هذا يا أخونا يسأل عن حديث: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن يساره، أي في الصلاة، صلاة السبحة؟ وفي مسند أحمد برقم 9496 قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم ويتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ قال: ضعيف جدا. إبراهيم بن إسماعيل يقال إسماعيل بن إبراهيم السلمي، وحجاج يقال الشيباني، وحجاج بن عبيد يقال بن أبي عبد الله يقال بن يسار مجهولان، وليث هو ابن أبي سليم ضعيف، وأسانيد الحديث فيها اضطراب. وهكذا مذكور في علل الدارقطني 1651. بقي ما يتعلق بحكم مسألة أنه يتقدم ويتأخر، أصلها في الصحيح أنه يعني إذا فصل بين فرضه ونفله بكلام أو ما يناقض الصلاة من التفات مثلا أو شيء يعني يفصلها عن مقصود أن يصل صلاة بصلاة فلا بأس أن يصلي في مكانه، وأما أن يصل صلاة بصلاة بما يظهر أنه لا يتكلم ولا يفصل بينها بقعود وبأذكار ولا شيء من ذلك فينبغي أن يتحول قليلا. الحديث الذي في الصحيح رأينا من العامة يتبادلون إذا فرغوا من الصلاة، فرغوا من الصلاة هذا يتحول مكان هذا وهذا يتحول مكان هذا ويصلون النافلة. هذا محدث، هذا الفعل لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه وهو يعني بين أظهرهم ولا بعد موته أن يفعلون ذلك، ولكن هذا في بخصوص ما إذا كان يخشى أن يصل صلاة بصلاة الحديث، أما لابد أن يتحول بعد كل صلاة فهذا محدث. فإذا فصل بين صلاة الفرض وصلاة النفل بأذكار، فصل بكلام، فصل بالتفات، فصل بشرب، فصل بأكل، فصل بشيء ليس من مقصود الصلاة صلى في مكانه، لأنه فصل بين الفرض والنفل. وإذا لم يفصل بين ذلك بحيث أنه يفرغ من هذه ثم يقوم إلى هذه يظن الظان أنه وصل صلاة بصلاة أنه يصلها وأنه مكتفى بالأولى، فها مثل هذا الذي يمكن أن يتحول قليلا أو كذا أو يسير يمينا أو شمالا أو تقدم أو نحو ذلك شيئا يسيرا يظهر للعام وللأعراب ولمن لا يحسن ذلك أنه فصل بين هذه وهذه وأن الصلاة الأولى هي فرض والثانية نفل. هذا هو المقصد. حديث في الصحيح، انظر لنا، يصل الصلاة بصلاة، هذا هو الحديث في صحيح مسلم رقم 883 من طريق نافع بن جبير قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة. المقصورة هي الحجرة المبنية في المسجد أحدثها معاوية بعدما ضربه الخارجي، يعني كان يصلي في مكان يراه الناس وشيء محجور ولا يصل إليه من أراده، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت. أنا أنه بعد السلام مباشرة كما يقتضي السياق. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث استحباب
قال النووي رحمه الله: فيه دليل لما قال أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر المسجد أو غيره ليكثر مواضع السجود ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقول حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه. وهذا القول ليس على إطلاق، حتى القرطبي لو تنظره أنه يتحول فإن كان إلى بيته فتلك ذلك السنة أن تكون في بيته الصلاة، وإن لم يكن إلى بيته فإن إحداث ذلك في كل صلاة محدث، وإنما إذا حصل فريق كلام أو حصل ما يناقض مقصود الصلاة كفى، لأن الرجل قال لا تصل الحديث لا تصل صلاة بصلاة، يعني الجمعة، حتى يظن بعضهم أنها أربع، يظن الظان أنها أربع سدا لذريعة التوهم الجاهل. ولو قام فصلى صلاة الجنازة لا ينكر عليه، لأنها وإن كان فيها عموم صلاة بصلاة لكن ليس فيها مدلول الصلاة، يعني على أنه يتوهم أنها زيد في صلاتها، إنما هي تكبيرات ما فيها ركوع ولا سجود. قال القرطبي: يكون النهي مخصوصا بالجمعة لفظا، والرواية الأخرى نوصل بالنون، نوصل أو توصل. ومقصود هذا الحديث منع ما يؤدي إلى الزيادة على الصلوات المحدودات، يعني لا أن يظن إلى الزيادة أو الظن في ذلك أو يظن ذلك من الجهال. هذا هو فهم هذه المسألة على الصواب لا على بعض إطلاقات النووي والشافعية، فإنه لم يجري عليه عمل السلف رضوان الله عليهم أنهم كان كل واحد يحوم حول الآخر وهذا وهذا يختلف معه من أجل أن يصلي في مكان آخر، مع أنه قد حصل كلام أو غير ذلك مما هو من يناقض الصلاة.